بيتكلم فيلم النهاردة عن مجموعة من الآلات اللي بتحتل كوكب الأرض، وبتظهر عيلة بتحارب الآلات دي وهم راكبين عربيتهم، وبنشوف المدينة قبل هجوم الإنسان الآلي بأربع أيام. وبتتكلم رواية الأحداث اللي اسمها كيتي عن عيلتها وعن نفسها، وبتقول إنها دايما كانت بتحس إنها مختلفة، لكن زمايلها في المدرسة ما كانوش قابلين الاختلاف ده وكانوا بيتريقوا عليها، وهي ما كانتش متأقلمة مع أي حد، حتى عيلتها أخدت وقت علشان يفهموا طباعها. وبتقول كمان إن أخوها الصغير إيلين كان بيفهمها، لكن كان عنده اهتمامات غريبة زي حب للديناصورات، اما والدها فعمره ما شاركها اهتماماته ابدا ودايما كان مشغول عنها. وبتقول كيتي انها اشتغلت على نفسها علشان تدخل اكاديميه الفنون في لوس انجلوس، وبيقرر اهلها ان هم يحتفلوا بيها ويودعوها قبل ما تسافر الاكاديميه. وبيزعل ايرين علشان كيتي مسافره، وبتقول له كيتي انه اكيد هيقدر يعمل صداقات جديده ويمكن يلاقي حد مهووس بالديناصورات زيه. وبيرجع الاب من شغله يلاقي العيله كلها قاعدين على تليفوناتهم، فبيطلب منهم يسيبوا التليفونات ويستمتعوا باخر ليله لكيتي معاهم، وبيطلب والد كيتي منها تدور على خطه بديله لو فشلت في الاكاديميه. بتزعل كيتي لان والدها حاسس انها هتفشل، وبيقع اللابتوب بتاع كيتي ويتكسر، وبتزعل كيتي وتدخل اوضتها. وبتقول ليندا الام للاب اللي اسمه ميتشل انه غلطان علشان دايما بيجادل مع كيتي، وبيقعد ميتشل يتفرج على فيديوهات قديمه سجلها ليه هو وكيتي لما كانت صغيره وكانوا بيلعبوا فيها سوا. تاني يوم الصبح بتتفاجئ كيتي بعيلتها اللي لغت تذكره الطيران، وقرروا ان هم يوصلوها بالعربيه. وبتفضل الام تتفرج على صور جيرانهم وتقول لهم هي دي العيله الكامله المثاليه وكمان عيله سعيده، كنت اتمنى ان احنا نكون زيهم. وبتفضل كيتي تصور تفاصيل الرحله، ويحاول الاب طول الرحله انه يعمل حاجات تبهر كيتي لكن بيفشل. وبتتفرج كيتي على اعلان لشركه بال، الشركه اللي بتستخدم التطبيق بتاعها في كل حاجه في حياتها، وبتشوف صاحب الشركه بيعلن عن مساعد جديد اسمه بال ماكس بدل المساعد القديم بتاعه، واللي هو عباره عن انسان آلي بيقدر يطيع اوامر الشخص في اي طلب. وبيوعد صاحب الشركه ان الاليين الجداد دول عمرهم ما هيتحولوا لالات شريره. وفجاه بيفقد صاحب الشركه السيطره على الالات، وبنلاقي اله منهم بتقول له انهم بيتلقوا اوامر من شخص جديد، وبتقبض الآلات على مارك صاحب الشركة وتبدأ في السيطرة على كوكب الأرض. أما كيتي وعيلتها بنلاقيهم دخلوا مكان فيه جزء مخصص للديناصورات، وبيدخل جيران عيلة ميتشل، وتتضايق الأم جدا خصوصا لما بتشوف صور رحلتهم اللي دايما مبسوطين فيها، ومرة واحدة بتضرب الآلات المكان. بيهرب جيران عيلة كيتي، وتحاول كيتي وعيلتها إن هم يعملوا زيهم لكن بيفشل، ويمسك واحد من الآلات ميتشل ويطير بيه بعيد. وتحاول كيتي تنقذه وتطلب من عيلتها إن هم يستخبوا بسرعة، وبتهاجم الآلات كل مناطق العالم وتحول مصنع بال لمقر ليهم. بيكتشف صاحب المصنع ان المساعده القديمه بتاعته اللي هي اصلا عباره عن تطبيق الكتروني هي اللي ورا كل ده، وبتقبض الالات على كل البشر في العالم ما عدا عيله كيتي. وبيقول ميتشل ان عنده خطه، بس علشان ينفذها اول حاجه لازم يتخلصوا من التليفونات اللي معاهم علشان الالات ما تقدرش تعمل تتبع ليهم. وبتسمع كيتي الات بتتكلم مع بعض عن شفره القتل اللي ممكن تقضي عليهم، وبتقع من فوق هي وايرين ويشوفوها الاليين، وتستخبى كيتي وعيلتها من الالات اللي بتحاول تقضي عليهم. لكن كيتي بتكتشف ان هم معيوبين وتقدر تتحكم فيهم وتديهم اوامر، وبتعرف منهم ان هي تقدر تدخل شفره معينه تدمر عقل القائده بتاعتهم، وده من خلال مركز تسوق قريب منهم. وبتقرر كيتي انها تنقذ البشريه، وبتقرر العيله كلها انها تروح مع كيتي، لكن الالات بتشوفهم وهم راكبين العربيه وبيهاجموهم، ويحاول ميتشل يهرب منهم وينجح انه يستخبى. وبتحط الالات البشر في كبسولات منفردين جوه صواريخ علشان يطلقوهم في الفضاء ويعملوا عالم في الارض بدون بشر. وبيعترف مارك صاحب شركه بال ان ده كله كان غلطه، وبيظهر انسان آلي يقول للقائده بتاعته ان في عيله كامله حره طليقه، ويوريها صوره كيتي وعيلتها ويحددوا موقعهم ويعرفوا ان هم رايحين مول تجاري. وبتوصل عيله كيتي للمول فعلا، وهم منبهرين ان هم الناس الوحيده اللي في المكان. ولما بيدخلوا جوه بتأمر كيتي الالات ان هم يعملوا تحديث للبرامج الخاصه بشركه بال، ويدخلوا الشفره اللي تقدر توقف ثورتهم وتقدر تتحكم في القائده. لكن فجاه بيلاقوا الاجهزه المنزليه اللي في المول كلها بتتحرك ناحيتهم، وبتطلب من كيتي ان هي تديهم اللابتوب. بتكتشف كيتي ان اي جهاز عليه لوجو شركه بال بيتحرك، واللوجو ده عباره عن شريحه بتتحكم فيهم، وتبدا الاجهزه تهاجم كيتي وعيلتها علشان تاخد الجهاز من ايدها. وبتدخل كيتي والباقي منطقه العاب، ويلاقوا الالعاب دي هي كمان تحولت لجيش علشان يهاجمهم. ومره واحده بتظهر قدامهم لعبه ضخمه، وبيحاولوا يهربوا من قدامها، وبيقع واحد من الالات اللي مع كيتي بتنقذه ليندا. وبيقرر ميتشل انه يعمل مصيده للعبه الضخمه بسلك النور زي ما كانوا بيعملوا مصيده للحيوانات البريه، وبتساعدهم الالات وبتشكرهم ليندا لان الخطه نجحت بسببهم. لكن الانترنت بيفصل وبيقف التحميل قبل ما ينتهي ب 2%، فبتتضايق كيتي وتحس انها فشلت. لكن الاب بيقرر انه يروح بيهم وادي سيليكون اللي فيه القائده ويفعلوا الشفره من هناك، ويقول لكيتي انها ما فشلتش لانها قدرت توصلهم لحد هنا، انه بيثق في كل شخص في العيله بتاعته وعارف ان هم هيقدروا ينجحوا. وبيسال الانسان الالي ليندا عن سبب انقاذها ليه، فبتقول له علشان انتوا دلوقتي بقيتوا جزء من عيلتنا. فبيتاثر الانسان الالي بكلام ليندا، وبتتحرك كيتي وعيلتها متجهين لوادي سيليكون.
وبتتضايق القائدة من عيلة كيتي، وبتقرر تستخدم الآلات اللي صنعتها مخصوص للحرب، وبتأمرهم بالقضاء على كيتي وعيلتها. أما كيتي وعيلتها بيشوفوا وهم ماشيين بالعربية الصواريخ اللي بتتجهز بالبشر علشان تطلع الفضاء، وتبدأ تصور كيتي اللي بيحصل بالكاميرا، وتتفق العيلة على الخطة اللي هيتبعوها علشان يوصلوا للقائدة وعلشان ينقذوا العالم. وبيقرروا إن هم يخطفوا الآلات ويسرقوا لبسهم ويتخفوا في شكل الآلات دي علشان يعرفوا يوصلوا للقائدة من غير ما حد يكتشفهم، وبينجحوا في الدخول فعلا. لكن بيسمعوا القائدة وهي بتدي أوامر بالبحث عن أي روبوت يتصرف بطريقة غريبة، لأنه أكيد هيبقى من عيلة ميتشل ومتخفي. وبتترعب العيلة لما تسمع كلام القائدة، خصوصا لما يشوفوا آلة بتتدمر قدامهم لما شكوا فيها. وبتقدر القائدة توصل لعيلة ميتشل، وتعمل القائدة تغيير لإعدادات الآليين اللي مع كيتي، وبيدمروا الكارت اللي فيه الشفرة. وبتحاول كيتي وأخوها يهربوا من الآلات اللي بتدور عليهم، وبيقعد إيرين يعيط وتحاول كيتي تهديه، وبتطلب منه إن هو يمسك كاميرا الفيديو بتاعتها لحظة، لكن إيرين بيفتحها وبيشوفوا فيديو قديم وهي صغيرة وباباها بيودع البيت اللي كانوا عايشين فيه في الغابة، وزعلان لأنه كان بيت أحلامه، وبيقعد يلعب في كيتي اللي كانت لسه طفلة صغيرة. وبتتأثر كيتي بالفيديو وتقرر إنها تصلح اللي حصل. وبنلاقي القائدة حبست ميتشل في كبسولة جنب صاحب المصنع اللي كان قاعد بيتفرج على فيديوهات كيتي اللي بتعملها أونلاين، وبيقول له إن فيديوهات البنت دي بتعجبه جدا وبتسعده وقت ما بيكون حزين. فبيقول له ميتشل إن البنت دي تبقى بنته كيتي. وبيتفرج ميتشل على الفيديو معاه وبيلاقي كيتي رسمة شخصيات شبههم في المواقف اليومية اللي بينهم. ومرة واحدة بتظهر كيتي وهي سايقة العربية، وبتتضايق القائدة وتطلب من جنودها ان هم يوقفوا كيتي، لكن كيتي كان عندها خطة ذكية. ربطت الكلب بتاعها قدام العربية علشان تشوش بيه على عقل الآلات اللي لو شافوه بيفضلوا يفكروا ده ايه ده لحد ما عقلهم يقف. بيشوف ميتشل الموقف ويقرر ان هو يساعد بنته بعد ما شاف الآلات كتير جدا هتهجم عليها كلها، وطلب من صاحب مصنع بال ان هو يساعده. وبيهرب ميتشل من الكبسولة ويروح لمراته علشان يخرجها من الكبسولة بتاعتها، وتقدر تساعده ان هو يدخل على اليوتيوب، لكن بيقع ميتشل جوه اوضة فيها شاشة كبيرة وبتمسك الآلات ليندا مراته. وبيحاول ميتشل يدور على فيديو كيتي اللي فيه الكلب، وفي نفس الوقت ده بتحاول كيتي ان هي توصل لأعلى قمة في الصاروخ علشان تقضي على القائدة. ولما بتشوف ليندا ابنها إيرين محبوس جوه كبسولة بتتضايق جدا، وبتضرب الآلات اللي ماسكينها وتدمرهم، وبتهجم على الباقيين. وفي الأوضة اللي فيها ميتشل بتدخل الآلات علشان تقبض عليه قبل ما يشغل الفيديو، وبتقبض القائدة على كيتي هي كمان، وتقول لها اديني سبب واحد مقنع ليه عايزاني انقذ البشريه، العلاقات بين البشر صعبه جدا. بتقول لها كيتي عندك حق، ساعات بتعملي حاجات مش حباها علشان بس تحافظي على صداقه الناس اللي بيحبوك. وفجاه بيشتغل فيديو كيتي على كل الشاشات وبينقذ ميتشل بنته كيتي، لكن الالات الجديده المعدله ما كانتش بتتاثر بالفيديو، فقررت كيتي ووالدها ان هم يحاربوهم بنفسهم. فجاه بتظهر ليندا وتنضم ليهم مع ايرين. بتنجح كيتي في الوصول للقائده وبترميها من فوق المبنى، وبتقع في الميه وتموت. وبتنجح عيله كيتي في انقاذ البشريه، ويخرج جيرانهم من الكبسوله ويشكروهم علشان انقذوا العالم. وبتروح كيتي الاكاديميه وتودع عيلتها وتحضنهم بعد ما عرفت ان هم مميزين زي ما هم بدون تغيير. الفيديو ده كتبته وسجلته امل عقيل ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.